السلام عليكم، معاكم مهندس محمود أبو يزيد، مصمم برنامج ريف كاد، وهو برنامج بيساعد في عمل الرسومات التصميمية الكهربية الديزاين دروينج على برنامج الأوتوكاد. والبرنامج بيوفر أكتر من 50% من الوقت والجهد، لأنه بيخلي الشغل على الأوتوكاد شبيه جدا ببرنامج الريفت ولكن أسرع وأسهل. وإن شاء الله دلوقتي هبدأ شرح تفصيلي لأوامر البرنامج. أولا الكتريكال سيتنج أو الإعدادات الكهربية، من أمر EST بقدر أحدد اليونيت والسكيل والتكست هايت الخاصين باللوحة وقيم الفولتج الخاصة بالثري فيز والسنجل فيز وأسماء الفازات RYB، وفي الآخر بضغط ميك تمبلت ثم أوكي. هبتدي ألاحظ إن هو ضاف كل اللايرز اللي أنا محتاجها وكمان الستايلز الخاصة بالتكست والدايمنشن والمالتي ليدر واللاين تايب اللي انا محتاجه. ثانيا اضافة المخطط المعماري الاركتكتشر دروينج، مثلا بقدر اضيفه كاكس ريف او كبلوك وبغير الكالر بتاعه، مثلا امر اي اكس وبختار بعد كده رقم الكالر وبختار المخطط المعماري واضغط اوبن. ثالثا اضافة وتوزيع البلوكات الكهربية، مثلا امر ELG بقدر اضيف في ليجند البلوكات الكهربية اللي عندي لللايتنج والسوكيتس والسويتشز والبانيلز. ومثلا امر LXX او LXD بقدر اوزع كشافة الانارة، و CR بقدر اوزع بيه السوكيتس، مثلا امر LXD بقدر اوزع الكشافات طبقا للديستانس بين الصفوف والاعمدة فبختار هنا الغرفة وبقدر احدد المسافات بين الصفوف والاعمده وبغير اللاير الخاصه بالكشافات عندي واختار بلوك الكشاف مثلا 60x60 وبضغط انسيرت. هتلاحظ امر سي ار بقدر اوزع بيه البلوكات على الحوائط، مثلا بلوكات السويتش او السوكت بسهوله جدا. الشكل ده برضو بلوك البانل هضيفه بنفس الطريقة امر سي ار. رابعا الدوائر الكهربية electrical circuits، عن طريق امر سي تي ان بقدر احدد رقم السيركت الخاصة بالبلوكات، فمثلا اخترت البلوكات دي انتر اخترت رقم السيركت 1 وانتر. لما هاجي اختار بلوكات تانية علشان احدد لها السيركت هتلاحظ ان هو زود 1 على الرقم القديم بقى 2 وهكذا. وامر CTB بقدر احدد بانل خاصة بالبلوكات، فاخترت هنا كل البلوكات لان هي لوحة واحدة. وبقدر اختار اسم البانل من الويندو اللي ظهرت او اختار بيك بلوك واختار البلوك نفسه. امر CTS علشان اقدر احدد السويتش الخاص بالبلوكات او الكشافات، مثلا بختار الكشافات وبختار المفتاح وكده بيسألني على اسم اللاج او الجانج الخاصة بالمفتاح، فمثلا في التو جانج بقدر اكتب بي او اي علشان احدد ان ده انهو جانج. واخيرا امر CTE بقدر اعدل في اي دايرة انا حددتها مسبقا، فبقدر اضيف بلوك من بلوك للدايرة ديت، فهنا تلاحظ ان البلوك واخد اسم رقم دايرة تانية، فلما هضيفه هيظهر لي تنبيه ان البلوك ده موجود في دايرة تانية، هل انت عايز تضيفه ولا لا، فاقدر اقوله يس او نو. وبقدر اعمل ريموف لاي بلوك من عندي من الدائره بتاعتي اللينيا بالشكل ده، فلو جيت حبيت اضيفه تاني نفس البلوك مش هيظهر لي التنبيه اللي ظهر مسبقا، واقدر اعدل البانل والنمبر والسويتش. خامسا توصيل البلوكات، ونبدا بالتوصيل عن طريق الاقواس اوتوماتيك، فعن طريق امر CNA بقدر اختار بلوكات الدور كله
بعد كده بختار بلوك في الدايرة اللي انا عايز اوصلها، تلاحظ ان هو وصل الدايرة دي فقط بالاقواس. اما امر سي ان اي اي بقدر احدد بلوكات الدور كله، وبعد كده بختار البانل، تلاحظ ان هو وصل كل البلوكات المرتبطة بالبانل دي. بعد كده التوصيل عن طريق الخطوط شامفرد بول لاين اوتوماتيك، برضو بقدر احدد البلوكات بتاعت الفلور كله الدور كله، وبختار بلوك في السيركت هيوصل لي السيركت دي فقط. ولو اخترت امر سي ان ال ال بقدر اختار كل بلوكات الدور، وبعد كده اختار البانل، هتلاحظ ان هو وصل كل البلوكات المرتبطة بالبانل دي. واخيرا امر سي ان ان عشان اعمل مانوال وايرنج، فبقدر احدد له قيمة الشامفرد الاول، بعد كده بضغط ستارت، وبالتالي ببتدي احدد نقط على البلوكات فيبتدي يوصل منها الشامفرد بولي لاين بالشكل ده. والامر ده مفيد جدا في التوصيل بلوكات الول ماونتد زي السويتشات او سوكيتس مثلا. سادسا جداول الاحمال للوحات الكهربية او البانل سكادول، بقدر احدد كل بلوكات الدور واحدد البانل، هتلاحظ ان هو فتح ملف اكسل وكتب فيه كل الاحمال والقيم الخاصة بيها، بعد كده سايف الملف وفتح تاني هتلاقي الاحمال مجموعة بالشكل ده. وتحت تقدر تعدل الديماند فاكتور الخاص بمجموع الأحمال في اللايتنج والسوكيتس وهكذا. لاحظ هنا إن الأحمال مش بالانسد، وبالتالي لازم نعمل ريبالانس للوحة دي. فلو اخترت أمر SCHP هعمل ريبالانس للوحة، بختار كل بلوكات الدور ولي بلوك اللوحة، هتلاقي الويندو دي ظهرت مكتوب فيها اللينيتين اللي اتبدلوا، مكتوب فيها الاولد فيس بالانس كام والنيو كام من 72 بعد التبديل بقى 31. نقدر نقول له ريبالانس اجين، هتلاحظ ان هو بدل برضو لينيتين تانيين، والاولد فيس بالانس كان 31 اصبح 11.5. نقدر نضغط دان، هتلاحظ ان هو فتح ملف الاكسل وعدل فيه كل اللودز بعد التبديل. مجموع الأحمال تحت هتلاقيها بالانسد. سابعا البرزنتيشن، عن طريق أمر ATU بقدر أعدل الكلر والهايت والروتيشن الخاصين بالاتريبيوت والتكست. بضغط دن تلاحظ ان كل الحاجات اتعدلت. عن طريق امر FA بقدر اعمل فيلت اول لكل الخطوط البولي لاين الموجودة عندي للتوصيلات، خصوصا الشامفرد بولي لاين. عن طريق امر CW بقدر اعمل كاتنج للوايرنج اللي عندي، بيعمل بريك لللاين وفي نفس الوقت بيضيف بلوك خاص بالقطع بالشكل ده. وبقدر ارسم دايمنشن للبلوكات عن طريق امر BDM واختار البلوكات، هتلاحظ ان هو بيضيف دايمنشن بين البلوكات وبعضها وبينها وبين الحائط سواء افقي او رأسي او مائل. في النهاية امر MLG بقدر اكريت بيه ليجند البلوكات، فبيظهر لي جدول في البريفيو بتاع البلوك والتايب خاص بيه والديسكريبشن والنمبر. سابعا البلوتينج او البرينتينج، واول امر BGS بقدر احدد بيه حجم ورقة الطباعة مثلا A2 او A3، بضغط بعد كده انتر وبيسألني هل يضيف تايتل بلوك
ولا لا؟ فلو قلت له يس هتلاحظ ان هو ضاف تايتل بلوك وجواه بالفيو بورد كل التفاصيل، تقدر تحدد الرسمة فيه بالسكيل المطلوب. وعن طريق أمر بي بي بقدر أطبع مخطط بكل سهولة في خطوة واحدة، وأمر بي بي ال بقدر أطبع كل اللي أوتس أو اللي أوتس اللي أنا اختارها فقط. عن طريق أمر بي بي ام بقدر أطبع كل الملفات اللي أنا اختارها، وأقدر أطبع سواء كل اللي أوتس اللي فيها أو لي أوتس واحدة فقط. برضو بقدر اعمل بايند للمخطط ده او بايند لكل المخططات. واقدر عن طريق امر كيو سي ار اعدل اي امر من الاوامر. واخيرا عاوز اوضح نقطة مهمة جدا، ان من افضل مميزات برنامج ريف كاد انه مرن جدا في التعامل، وهتلاحظ وجود فولدر بداخل البرنامج فيه كل الملفات اللي ممكن تعدلها علشان تخرج الشغل في النهاية بالشكل المطلوب ليك انت. فهتلاقي في الفولدر ده ملف الاوتوكاد الخاص بالبلوكات الليجند، تقدر تعدل فيه بسهولة او تضيف اي بلوكات تانية. وهتلاقي ملف الاوتوكاد الخاص بالتايتل بلوكس كلها، وهتلاقي ملفات الاكسل الخاصة بالسكادول، وهتلاقي ملف الاكسل الخاص باللايرز والالوان بتاعتها. فتقدر تعدل سواء لون اللايرز سواء السكادول نفسه الشكل الخارجي بتاعه او التايتل بلوك بالتايتل بلوك الخاص بيك. وشكرا ليكم، واتمنى البرنامج يعجبكم.